الأصحاح الثاني. فأطلب قبل كل شيء أن تقيم الدعاء والصلاة والابتهال والحمد من أجل جميع الناس ومن أجل الملوك وأصحاب السلطة، حتى نحيا حياة مطمئنة هادئة بكل تقوى وكرامة. فهذا حسن ومقبول عند الله مخلصنا الذي يريد أن يخلص جميع الناس ويبلغ إلى معرفة الحق، لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد، هو المسيح يسوع الإنسان الذي ضحى بنفسه فدا لجميع الناس، والشهادة على ذلك تمت في وقتها. ولها جعلني الله مبشرا ورسولا أقول الحق ولا أكذب، ومعلما لغير اليهود في الإيمان والحق. فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيديا طاهرة من غير غضب ولا خصام، وأريد أن تلبس المرأة ثيابا فيها حشمة، وأن تتزين زينة فيها حياء ووقار، لا بشعر مجدول وذهب ولآلئ وثياب فاخرة، بل بأعمال صالحة تليق بنساء يعشن بتقوى الله. وعلى المرأة أن تتعلم بصمت وخضوع تام، ولا أجيز للمرأة أن تعلم ولا أن تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء، لأن آدم خلقه الله أولا ثم حواء، وما أغوى الشرير آدم، بل أغوى المرأة فوقعت في المعصية، ولكنها تخلص بالأمومة إذا ثبتت على الإيمان والمحبة والقداسة والرصانة.